بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في وجوب لزوم التقوى وحفظ اللسان. يقول الله سبحانه في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بالتقوى وقول السديد، وقد أكثر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من الأمر بالتقوى. تارة يأمر بها الناس عامة كما قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتارة يأمر بها المؤمنين لأنهم أكملوا في الامتثال وأعلموا بمراد الله عز وجل، كهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والتقوى كما عرفها السلف الصالح هي أداء فرائض الله وترك محارم الله، عن إخلاص لله سبحانه، وعن إيمان به وبرسله، وعن تصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله، وعن خوف مما لدى الله من العقوبة، وعن رغبة فيما عند الله من المثوبة. هكذا التقوى، وحقيقتها أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب ربه وعقابه وقاية، تقيه ذلك بفعل أوامر الله وترك نواهي الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ولهذا قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال بعضهم: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله أداء فرائض الله وترك محارم الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلا خير. والخلاصة أن التقوى هي خوف الله ومراقبته وتعظيمه سبحانه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل أوامر الله وترك نواهي الله، مع تعظيمه سبحانه وخشيته عز وجل والإخلاص له في العمل والصدق في ذلك. هكذا يكون المتقي، وهكذا تكون التقوى. وهي كلمة جامعة يدخل فيها فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالإيمان والتقوى والهدى والإسلام والبر كلمات متقاربة المعنى، حقيقتها هي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان وتصديق، وعن إخلاص لله سبحانه، وعن إسلام الله وانقياد لأمره ونهيه جل وعلا، وعن اجتهاد في فعل ما يحبه ويرضاه، وحذر مما يسره سبحانه وتعالى. وقد وعد الله المتقين خيرا كثيرا، ورتب على التقوى السعادة في الدنيا والآخرة. فالتقوى هي مفتاح الخير، وهي سبب كل خير عاجل وآجل، كما قال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وبهذا يظهر أن التقوى يحصل بها كل خير، يحصل بها تفريج الكروب وتيسير الأمور ورزق الطيب والفوز في الآخرة بالجنة والنجاة من النار. حقيق بكل مؤمن وكل مؤمنة المسارعة إلى التقوى والحرص عليها والبدار إليها ولزومها في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في السفر والإقامة، في المشهد والمغيب، في كل وقت. ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له: اتق الله حيثما كنت. أما قوله سبحانه: وقولوا قولا سديدا، فهذا أمر بقول الطيب. قول السديد هو قول الطيب السليم الذي ليس فيه ما يغضب الله،
فأنت يا عبد الله مأمور بحفظ لسانك وصيانة عما يغضب الله جل وعلا، وذلك هو القول السديد، يعني الصواب الموافق للخير والحق. وهذا يطابق في المعنى قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويوافق قوله جل وعلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعليك يا أخي أن تحفظ لسانك وأن تصونه عن كل ما يغضب الله جل وعلا من الغيبة والنميمة والكذب وشات الزور والسب والشتم والفحشاء وغير هذا مما يغضب الله جل وعلا. هكذا يكون المؤمن حافظا للسانه صائنا له عما لا ينبغي. واللسان خطره عظيم، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها ما يثبت فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ آخر: إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على خطر اللسان، وأن الواجب علينا أن نصون اللسان وأن نحفظه حتى لا نقول إلا خيرا. ولعظم شأن اللسان خصه الله بالذكر في قوله: وقولوا قولا سديدا. وإلا فالقول السديد من التقوى، داخل في التقوى، ولكن لعظم شأن اللسان وخطره خصه الله بالذكر وحده بعدما ذكر التقوى، ليهتم المؤمن بذلك وليحرص المؤمن على حفظ لسانه وصيانته. ثم بين سبحانه وتعالى أن الذي يتقي الله ويقول القول السديد يصلح الله عمله ويغفر ذنبه. هذا من ثوابه، من ثوابك يا عبد الله ومن ثوابك يا أمة الله على التقوى وحفظ اللسان، من الثواب على ذلك إصلاح الله العمل، إصلاح الله عمل هذا المتقي وغفران الذنب. فالمتقي لله الذي يحفظ لسانه يصلح الله عمله ويغفر ذنبه. فعليك يا أخي بهذا الخير العظيم إن كنت حريصا على الفوز بالجنة والنجاة من النار وتفريج الكروب وتيسير الأمور وصلاح الأعمال وغفران الذنوب، فعليك بتقوى الله، عليك بحفظ لسانك، فبهذا يحصل لك من ربك عز وجل الفوز بالجنة والنجاة من النار، ويحصل لك أيضا في الدنيا والآخرة تفريج الكروب وتيسير الأمور، ويحصل لك أيضا مع ذلك صلاح عملك وغفران ذنبك. فيا لها من نعمة ويا له من خير عظيم. فاتق الله يا عبد الله، وسارع إلى مراضي الله، واحذر معصية الله، فإن في طاعة الله كل خير وسعادة، وفي معاصيه العاقبة السيئة، في معاصيه العواقب الوخيمة، فإن المعاصي من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار، والتقوى بضد ذلك. التقوى من أسباب السعادة والفرج في الدنيا والآخرة، والمعاصي بضد ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.